معكم هاجر عدنان على فبراير. بالنسبة للغياب ديالي مدة 10 سنوات، كانت واحد المرحلة اللي كانت خاصة وعشت فيها الحياة الخاصة ديالي بحال أي وحدة دارت أسرة وليدات وخديتها باش نرتاح شي شوية، لأنني بديت في الميدان الفني صغيرة بزاف وما كنتش نلقى الوقت لراسي. كان اختيار زي ما بمحض الإرادة ديالي، اختاريت أنني نجلس نرتاح، ودابا عاد رجع السفل باش نقدروا عاوتاني جري جري جري. جديد ديالي تقريبا هاد الايام غادي تفيناليزا وغادي تطرح في هاد الايام اللي جايه، ايام قليله بزاف. العمل الجديد ديالي اغنيه الاسم ديالها باغي تفلا، اخراج ياسر عبيدي، انتاج محمد جحا، الاغنيه من الحان المهدي المحجور، كلمات يونس ادم، توزيع اشرف بن صفيه. أغنية خفيفة زوينة ظريفة فاني كتشبهني بزاف، ولو كليب تا هو عامر بالانرجي بوزيتيف، عامر بالفرحة بالسعادة. نتمنى أن الناس يتفرجوا ويفوجوا معنا وينساو شوية الهموم. الفكرة ديال الغناء، الغناء ماشي فكرة، الغناء هو الأساس، هو موهبة ديالي الأساسية. التمثيل اللي جاني بمحض صدفة، يعني أنا موهبتي الغناء من صغري وفزت بلقب ستار أكاديمي المغرب العربي في الغناء، ودرت بزاف ديال الاعمال غنائيه وشاركت في عده تظاهرات فنيه وفزت بألقاب مختلفه في دول المغرب العربي. وتجربه ديال التمثيل جات بمحض الصدفه، الحمد لله ربي وفقني لان العمل كله كان زوين والكيب كامله كانت رائعه. هذا هو سر ديال نجاح تاع داك العمل، ولدرجه انني في الذاكره ديال الناس مرتبطه بالتمثيل اكثر من الغناء، الوغ كو انا مغنيه ماشي ممثله. عودة ديالي في هاد الظروف، انا رجعت للفن ما فكرتش، ما حسبتش وما فكرتش، انا وصلت لواحد المرحله اللي باغا نتبع احساسي شنو كيقول لي، الحاجه اللي كتريحني، الحاجه اللي كنلقى فيها السعاده غنديرها مهما كلف الثمن ومهما كلفت الظروف. والانسان يتبع الحلم ديالو وما عمرو يوقف الحلم ديالو، لان الحياه قصيره وعندنا حياه واحده. ما عنديش تخوف، لان اصلا الدافع ديالي باش راجعه للفن راجعه بهدف انني نعيش الحاله الفنيه اللي هي ساكناني دوبوي توجور. ما كيهمني حتى شي حد، ما كتهمني حتى شي ظروف، ما عنديش شي دي زوبجيكتيف اللي باغا نتقاتل ونوصل ليها. بغيت ندير فن فيه انرجي زوينه تفرح الناس، نفرح حتى انا والناس يفوجوا معنا، هذا هو الاساس من الفن. الساحه الفنيه ديال المغرب تبارك الله تلونسا فنيا بزاف وتفوق على بزاف ديال البلدان. فخوره بالشباب اللي طوروا الاغنيه المغربيه واللي زادوا بها القدام ووصلوها للعالم العربي والعالميه. شرف كبير لي انني نكون فنانه مغربيه داخله الميدان الفني، ماشي بهدف منافسه، ماشي بهدف نتقاتل ولا نتحاسب، ولا داخله حبا في الفن، حبا في الاحساس اللي كيعطيني الفن. هذيك هي الحاجه انا اللي افتقدتها، وانا الفن ماشي محتاجه لشي حاجه، مي محتاجة هذيك الانرجي اللي كيعطيني في حياتي انا الحقيقية ديالي، انا كنعبر عليها في الفن. درت عمل نجح ما نجحش ما تهمنيش، المهم انا السعادة ديالي كتكون في خلال التصوير ديالي العمل، ولا في خلال التسجيل، في المرحلة ديال التسجيل انا كنسجل وانا كنحس بهذيك اللذة والسعادة اللي كيعطيك الفن، اكثر من السعاده اللي كنتظرها من لوبجيكتيف اللي نوصل ليه ديال النجاح. ممكن، ولكن هذا العام انا مركزه بزاف على الاغاني، الفيديو كليب، هذا هو يعني بغيت نتكونسونطرا على حاجه وحده. وديك الساعه الا جات التجربه ديال التمثيل مرحبا بها. الدور اللي بغيت نمثل فيه او الدور اللي كان عندي في دار الوراثه كان يناسبني بزاف، لانه كان كيهضر على فنانه مغنيه باغا تنجح، باغا توصل، تتعيش التجارب ديال اي مغني، لي فروستراسيون، العراقيل، كان تيعبر على واحد الجزء في شخصيتي اللي عطيته سبونتاني. من بعد ما عرفتش صراحه، والله ما عنديش شي فكره، نخليها هكذا حتى نشوفوا شنو غادي يجي في الطريق، وخليها سبونتاني. اش غادي نقول لك، فيلم مغربي غادي يعيطوا عليك، غادي يعطوك دور بعقلو شخصيه عقلها. افلام عربيه نادرا جدا 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 فين كيعطيو لشي فنانه مغربيه في وسطهم دور حقيقي. هذا ماشي، هذا لا يدل على ان ممثله مغربيه تقل عن ممثله
عربيه، بالعكس عندنا شي مواهب مجهده بزاف عليهم، ولكن كيكون داك العامل ديال المنافسه، ديال الحسابات، ديال هذا مغربي ما خصوش يبان على الاخرين. دونك كنظن بان الا جاتني شي تجربه عربيه قدرت تكون تتبغي غير تمثل واحد الصوره، واحد ستيريوتيب ديال المغربيه في دي سيتوياسيون معينين اللي كلنا عارفينهم، والله اعلم. في الاخير الحجر الصحي بون كانوا فيه بعض المشاكل اللي عانوا منها يعني اغلب الناس، خصوصا الامهات اللي عندهم دي زونفون ا بازاج، كانوا سدوا لي كريش وهذا. المهم شي شويه تسمحنا، ولكن عامه الكونفينمون، وكنظن ان بزاف ديال الناس كانوا محتاجين ديك الجلسه، ديك ديال تجلس مع راسك، كتجلس مع راسك بالمعنى الحقيقي، وكتهضر مع راسك، وكتفهم راسك، وكتحس براسك شنو بغيتي. لاننا كنعيشوا حياتنا كلها واخدانا الظروف، واخدانا الحياه ولي زونغاجمون، ما كتلقاش الوقت باش تهضر مع راسك. هذيك الفتره كانت بحال شي خلوه زوينه اللي تصنت فيها لراسي، واللي هي اللي كان فيها القرار باش اني نرجع للميدان الفني، لاننا لقيتها هي الحاجه كي مفي بليزير في الحياه، والحاجه اللي كنبغيها. وكما تنقول دائما الانسان حلمه عمره ما يدفنه. انني تاريه وانني ملياردير لا انا ملياردير ما والو، انا انسانه عاديه الحمد لله، راضيه بداكشي اللي عندي، وعايشه حياه زعما جد مزيانه وطبيعيه، ولكن ترى لا انا ماشي تاريه. ولدي ما قدرتش نكون ما قدرتش نبني ديك العلاقه الصارمه ديال ام ابن، لان دائما في واحد الروح ديال النكته، واحد الروح ديال الضحك، كنبغي نكون صارمه وكتجيني الضحكه، ما تنقدرش فهمتي. ديك ولدي كيعتبرني بحال كنقرا معاه. الوغ الامومه كنظن كتبدل في اي ام واحد القضيه، كتنقص منا الدوزاج ديال الانانيه، وكتعلي لنا الدوزاج ديال العطاء، الدوزاج ديال الحنان، الدوزاج ديال المراعاه، تيولي فيك واحد لو ريفلكس طبيعي تلمون كتعيش دوك المراحل الاولى مع الولد، تتغطيه، تتعنى به، وهذا تتولي فيك هذيك الصفه مع الناس. الحاجه اللي كتبكيني، الحاجه اللي كتفرحني، جي ان بلون وحق الله ما قدرتش زعما، الحاجه اللي تبكيني عامة في الحياة، أنا الحاجة اللي تقدر تآديني وتخليني نحزن وتخليني نتهرس ولا نتأثر، اللي مازال ما عنديش الجهد نتحملها، هي المرض أو الوفاة ديال شي حد قريب ليك، والدين ولا الولاد. هذه هي الحاجة اللي تقدر تهرسك في الحياة. مي سينو الحاجة اللي تفرحني أي مومون ديال السلام، جالس ومرتاح وعقلك فيه واحد لابي، هذيك بالنسبه لي الفرحه. انا الصراحه ما عنديش المعطيات الحقيقيه والاسباب وعلاش وكيفاش هذاك الشيء، راه حتى واحد ما يمكن يعرفه، لا حنا ولا المصريين ولا غيرنا ولا المغاربه ولا حتى شي واحد ما يقدر، لان كتبقى امور اداريه راه خدمه، هذيك ما نقدروش نعرفوا شنو اللي واقع وراء الكواليس. لذا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف عاوتاني، وان هذا لا ينفي اننا الناس كيغيروا منا، حيت عندنا سعد المجرد كان ليه اكبر 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 تاثير على الساحه الفنيه المغربيه، وعلى ديك الطلعه اللي طلعت اغنيه مغربيه ولا مغني مغربي، طلعت واحد طلعه ماجيك سحريه. سعد مجرد هو اللي عطانا ديك لا ماجي. جمهوري توحشتكم بزاف، جمهور فبراير ان شاء الله غادي تشوفوني قريبا في الحوار، غادي تسمعوا فيه جديد اخبار اخرى، وكنبغيكم بزاف. دار الوراثة ديما كنقول بانها جزء من حياتي، واحد الناس اللي صافي تفاميلياريزيت معاهم لواحد الدرجه كبيره، كتحس بهم بحال عائلتك وبحال صحابك وبحال خوتك. عطينا داك العمل من قلبنا، كان تري سبونطاني، كان فيه بزاف ديال العطاء، ما كانش المحاسبه على الادوار ولا على شكون اللي بان كثر ولا شكون اللي بان قل، كان واحد لو بارطاج رائع، وهذا هو سر النجاح ديالو، حيت كان فيه الحب، ما كانش فيه المنافسه. عبد الجبار الوزير فقدته الساحه الفنيه وفقدوه المغاربه حتى هما،
لانه القلب الكبير وانه كان بحال شي اب روحي للمغاربه تيبغيوه بزاف. ويعني فقدنا واحد الروح زوينه، واحد الحنان كان في الساحه الفنيه، في الساحه ديال التمثيل افتقدناه، الله يرحمه ويوسع عليه، وهذه سنه الحياه. الخبر ديال الوفاه تاع الفنان الراحل عبد الجبار الوزير تلقيته بحال الناس في السوشيال ميديا وما صدقتش، تمنيت لو انه يكون اشاعه. اتصلت بعبد الصمد مفتاح الخير خربقه مخلوعه، قلت ليه واش بصح واش هذا، قال لي انا راه ما متاكدش ولكن واقيلا بصح. صافي من بعد تاكد الخبر وإنا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه. عبد الجبار الوزير كل طرائف الله يرحمه ويوسع عليه. لي انا الحاجه كيما ماركي مع عبد الجبار الوزير هو كنكونوا ما كنصوروش، يعني ماشي اكسيون ما بين المشاهد، وكيتعامل معك بالشخصيه اللي كنصوروا بها وبالسميه اللي كنصوروا بها. تيكون جالس تيقول لي بنتي كرام، كيعيط لها ككرام، بنتي كرام جيبي لي داك البلغه الله يرضي عليك، وجي شي حاجه اللي ما عمري ما شفتها، كيجيب لي البلغه الله يرضي عليك ابنتي، بحال بصح بحال حفيدته بحال بنته. وهذا الروح ديالو الحقيقيه نادره، نادر الانسان الحقيقي في هذا الوقت اللي حنا فيه. ديك الساعه فاش كنت في دار الوراثه، زعما الدور ديالي في دار الوراثه، بغيت نوصل شتي القرار ديالي بانني نجلس، كانت عندي اون ساتوراسيون اون ساتيسفاكسيون توتال من كاع داكشي اللي بغيت من الميدان الفني. درت كلشي، كاع داكشي اللي بغيتو وصلت ليه، خديت لقب مخليت ما درت، درت احسن عمل في السيت كوم، درت كلشي لي كوفرتور ديال المجلس، درت كلشي. وداك الجلسه ديالي كانت صافي بحال واحد التشبع كان وقع ليا في ديك المرحله، جلست. دونك الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا زعما كنحس براسي تري تري ساتيسفيت من المرحله اللي دازت. ودابا مرحله جديده عاوتاني غتبدا من الصفر بالمجهودات ديالها وبالانرجي ديالها حتى هي، وبشخصيه جديده وبافكار جديده وبتطور فكري جديد. كنتمنى انها تكون احسن واحسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.